في استعراض للقوة ضد إيران، حاملة الطائرات الأمريكية جون سي ستانس في الخليج العربي لتنهي فترة غياب طويلة لوجود مماثل في هذه المنطقة. جون ستانس هي حاملة الطائرات الأمريكية الأولى التي تبحر للخليج العربي منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني قبل أشهر. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فإن حاملة الطائرات والقطع البحرية المرافقة لها يتوقع أن تناوب في المنطقة لمدة شهرين على الأقل، وإلى جانب مهمتها في دعم الحرب المستمرة على بقايا داعش والحرب الأمريكية في أفغانستان، يرى محللون أن وجود حاملة الطائرات تلك يوفر ردعا ضد أي عدوان إيراني محتمل في مياه المنطقة. وجون سي ستانس هي حاملة طائرات أمريكية صنعت عام 1995، ويبلغ طولها نحو 333 مترا وعرضها نحو 77 مترا، وتتحرك بسرعة 35 ميلا في الساعة. وعلى متن جون سي ستانس طاقم مكون من 5680 فردا، وهي تتسع لحمولة نحو 97,000 طن على سطحها، إذ تحمل 90 طائرة مختلفة بما فيها المروحيات. وتتنوع الأسلحة على سطح حاملة الطائرات الأمريكية بين منصتي إطلاق صواريخ أرض جو سي سبارو RIM-7 ومنصتي إطلاق صواريخ أرض جو قصيرة المدى RIM-116 وثلاثة أنظمة صاروخية أرض جو من طراز فالانكس CIWS. طهران التي لا تتوانى عن التهديد بإرباك الملاحة في مضيق هورمز الاستراتيجي الذي يمر عبره قرابة ثلث إجمالي صادرات النفط المنقولة بحرا، سرعان ما أرسلت سفن الحرس الثوري لتحيط بحاملة الطائرات والسفن البحرية الملحقة بها، كما حلقت طائرة إيرانية بدون طيار حولها، وذلك فضلا عن لقطات بثها التلفزيون الإيراني لتدريبات عسكرية أطلقتها قوات برية إيرانية قرب مضيق هرمز.